أليس الصيام ركن من أركان الإسلام الخمسة؟ لا، من ركن من أركان الإيمان، لأنه الصيام خاص بأتباع الرسالة المحمدية. في كل الرسالات في صيام، بس صوم رمضان، صوم رمضان هو من ركن من أركان الإيمان بالرسالة المحمدية. يعني أنا وقت بصوم رمضان تعرفني أنه أنا من أتباع الرسالة المحمدية، ولذا فهو من أركان الإيمان وليس من أركان الإسلام. وفق ما وصفت الإيمان ووصفت الإسلام، الإسلام من سيدنا إبراهيم، بينما سيدنا إبراهيم لغاية محمد عليه الصلاة والسلام. تحويل أركان الإيمان إلى أركان الإسلام حول الإسلام إلى محله. وعلى الذين يطيقونه. إذن هناك فئة من الناس، طائفة من الناس، حالة من الناس يحق لها أن من يطيق الفدية وأراد أن يفتي. يطيق تارة نقرأ معناها لا يطيق، وتارة لا، أنا أقرأ يطيق، يبلغ منتهى الجهد، يعني كلا غاية ربنا الطاقة. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لا يطيق، يطيق، شوف، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، معناتها عم يطيق يعني ضمن إمكانياته تماما، ولكن بمنتهى المشقة. لا، مين قال إن مشان يخرجوه؟ وعلى الذين يطيقونه أن يبذلون كل طاقتهم لحتى يتابعوا يوم الصيام. بس في الصوم يعني إذا أنا أطيق السفر، ما أنا أبذل كل طاقتي وكذا حتى السفر، أطيق السفر يعني أطيق، يعني إرهاق في مشقة الصوم. كونه رب العالمين عم يخيرك بين الفدية وفدية مكفرة وبين الصوم، قال لك بس الصوم أحسن. هون نفهم قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. الحديث القدسي طبعا. إلا الصيام فإنه لي وأنا، إلا ليش؟ لأنه قال لك الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذا هيك في فدية أنت إذا بدك، بس إذا بتصوم أحسن. قلت له لا، أنا نعم نذكر بالحديث: كل عمل ابن آدم، الحديث القدسي طبعا، إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني انه انت اخترت يعني وخيرك، بس نصحك انه اذا بصوم احسن. طبعا ثوابه عظيم، كونه هذا الخيار انت اخترته فثواب جدا كبير. هلا بدي اقول لك شغله واحده: عدد سكان، وأريد اقول هناك خيار رب العالمين خير الانسان، لانه الصوم فيه مشقه، خيره بين الفديه وبين الصوم، وقال لو ان تصوموا خير لكم، وحط الحد الأدنى للطعام المسكين. أنا أعطيك شغلة واحدة أوعك تستهين فيها: عدد الرسالة المحمدية تعدادها المسلمين في العالم يعني نعم مليار وثلاثمائة مليون. أنا رح أفترض أنه هلي بتطلعوا الفدية مليون، مئة مليون، أقل من عشرة مليون. واحد من 13 يعني. لا يخافوا سادة الفقهاء، الصوم راح يطال. لا تدخل في الفقه. لا كنت لا 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 يخافوا، قصدي انه والله ان الدكتور عم يبطل الصوم. لا ما عم بطل، وما راح يطال. لا توسع اهل الفديه الان، والصوم راح يطال يعني يكون مطمئن. تمام، وانا مطمئن، المداخله واضحه يعني. اذا كان 100 مليون دفعوا عن كل يوم وسطيان للعساكرين باوروبا وامريكا، يعني الامكانيات، عن كل يوم دفعوا 10 دولارات، 100 مليون قديش بيطلعوا؟ مليار. في رمضان 30 مليار دولار، بيطعموا جوعة أهل الأرض كلهم. قديش الحصيلة؟ 30 مليار، مليار دولار. طيب. إذا سويت صندوق طعام مسكين، إذا دفعوا مو 10 دولارات، 5 تمول دولة، 5 تمول دولة، 5 دولار. لا سأقول لك 10 دولار كثير يعني فدية طعام مسكين في البلدان، في بلداننا يعني. لا عم باخذ العالم كله أنا، 5 دولارات بيطلعوا 15 مليار دولار. 15,000 مليون دولار. شو بيطعموا هدول؟ بينهم مشكلة الفقر في إقليم كامل. يعني أحيانا الإنسان بيستهين فيها إنه شو يعني طعامه مسكين، شغلة بس يعني. لكن ألا تريد صندوق موحد ينظم هذه الأمور؟ صندوق طعام مسكين، من يشرف عليه؟ الفكرة ما بتكون ضابطة. نعم نعم نعم، يعني بدها الناس تشتت الجهود، يحرم الناس من خير كثير يعني. يعني الفكرة، هي الفكرة إذا نضجت، تصور انه في ناس مستعدين يطعموا 50 مسكين ومية كقدرة مالية. نعم نعم، اذا كان بيقتنعوا انه عن كل يوم رمضان بده يفطر، وعن كل يوم رمضان ما في داعي لا يسافر ولا شيء، ويفطر وهو مطمئن. والله اعمال الخير في رمضان كثيرة جدا جدا. لا بيقول لك انا علي 100. نعم. لك علي 100، ممكن ان يتضاعف الرقم اللي ذكرته. نعم.
لأن هناك أناس كثير رمضان بدايهم تتقرب إلى الله بالزكاة والإنفاق، وهذا ما سنراه في وبداية أمر المحور الثالث وبداية أمر رمضان في كثير ناس لو بيعرف يعني الموضوع ليس مزاجيا يبقى لا معلقا بيصوم لا بيصوموا بيصوم بيصوموا بس بيبقى متضايق يعني إذا كان إذا إنه بيقدر يفدي ما بيدفع طعام مسكين بيدفع 50 نعم نعم شكرا لك دكتور. إذا محور الصيام جاء فيه جديد في قراءة الدكتور ما يمثل رأيه طبعا أن الفدية ليست كفارة، لأن الكفارة هي تتلو سيئة دائما.